السلام عليكم يا باشمهندسين، الناس سامعة الصوت كويس وشايفة الباوربوينت؟ تمام هندسة، واضح الباوربوينت والصوت. تمام، خلونا نبدأ يا شباب. هنكمل نفس اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. لما يكون عندي شبكة مثلثات جيودسية شكل معين وفي مجموعة من الأرصاد الكلية، مطالب إن أنا أعرف الأرصاد الضرورية ومطالب إن أنا أعرف الأرصاد الزيادة اللي هي عبارة عن معادلات شرطية بستخدمها عشان أتحقق من دقة الأرصاد بتاعتي. والمعادلات الشرطية الزيادة دي قسمناها إلى شروط مثلثية، شروط ضلعية، وشروط محلية. شكل اللي زي اللي قدامنا فيه كام رصدة كلية، نيجي نعد الزوايا اللي اترصدت: 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16. عندي 16 زاوية اترصدت، يبقى انا عندي عدد الزوايا الارصاد الكليه 16 رصده كليه. دي الارصاد الكليه اللي اترصدت في الموقع على شبكه المثلثات. طب في الشكل ده يا شباب، في محتاج كام رصده ضروريه؟ انا عارف القانون بتاع الارصاد الضروريه. ها، القانون كان بيقول ايه؟ 2 في نون ناقص 2، 2 في نون ناقص 2، حيث نون هي عدد الايه؟ النقط سواء محتلة أو غير محتلة. نون هي عدد النقط سواء محتلة أو غير محتلة. نيجي نعد النقط. أنا عندي نقطة ألف، عندي نقطة ه، دال، وعندي نقطة واو. ده الشكل الكبير، وعندي فيه شكل داخلي، شكل رباعي داخلي، عندي فيه نقطة ب ونقطة ج ونقطة ألف ودال. دول مشتركين بين الشكل الداخلي والشكل الخارجي. ما حدش يقدر النقط دول، دي مش نقط، دي نقط تقاطعات، دي الخطوط متقاطعة بس، هو أصلا مفيش في المسألة مش محددها نقطة. فأنا عد كده، أنا عندي 1 2 3 4 بره واتنين جوه، يبقى 6 نقط. يبقى أنا عندي 6 نقط، يبقى 2 في 6 ناقص 2 ب 8، يبقى عندي كام رصدة ضرورية؟ 8. يبقى عندي كام معادلة زيادة؟ 16 ناقص 8 ب 8 اشتراطات. عايزين نشوفهم كام مثلثي وكام محلي وكام ضلعي. القانون بتاع المثلثي كان بيقول لي ايه؟ عدد الخطوط مرصودة الطرفين. تعال نشوف الرسمة كده. عدد الخطوط مرصودة الطرفين، كام خط مرصود الطرفين؟ عد معايا كده باشمهندس. ده 1 2 3 4 5، والخط 6. تعالى شكل صغير: 7 8 9 10 والخط ده 11. محدش يعد لي ده الرأس ده، لأن الرأس ده خلاص احنا عديناه مرة مع الشكل الايه الكبير. فعندي 11 خط مرصود الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة. كام نقطة محتلة؟ ادي 1 2 3 4 والنقطتين جوه 6، يبقى عندي 6 نقط زائد 1، يبقى عدد الخطوط مرصودة الطرفين ناقص عدد النقط المحتلة زائد 1. 11 ناقص 6 زائد 1 بكام شرط مثلثي يا شباب؟ 6 شروط مثلثية. 6 شروط مثلثية، يبقى عندي 6 شروط مثلثية. 6 شروط مثلثية اللي هي ايه؟ احنا عندنا مجموع زوايا اي شكل هندسي بيساوي مجموع النظري للزوايا، اللي هو 180 في نون ناقص 2. مجموع زوايا المثلث 180 والرباعي 360 وهكذا. تعال نشوف هنكون 6 معادلات مثلثية ازاي. أول حاجة تعالى نمسك الشكل الكبير. ممكن ناخد المثلث يا شباب ألف ه واو، ده مثلث. تعالى ناخد المثلث اللي تحت كمان ه واو دال. كده أنا قفلت الشكل بمثلثين، ماشي. بس أنا ممكن آخد يعني ما ينفعش آخد دلوقتي الشكل ألف ه دال واو كأنه شكل رباعي، لا، أنا خلاص خدت مثلثين اللي هو المثلث ده وده، كونوا الشكل. بس ممكن اخد المثلث، لان الشكل ده ممكن اكونه بمثلثين تانيين: الف ه دال والف واو دال. يعني انا ممكن اكون الشكل تاني بمثلثين راسيين. الشكل الرباعي ده عشان متقسم مثلثيين، مثلثين افقيين ومثلثين راسيين. خد مثلثين افقيين ماشي، بس ما خدش المثلثين الراسيين مع بعض. ليه بقى يا باشمهندس؟ لان انا خدت الاثنين الافقيين اللي هو الف ه واو
وخدت دال ه واو. ما ينفعش بقى تاخد لي الف ه دال والف دال واو، لانك انت قفلت الشكل كده مرتين. خلاص انا خدت المثلث ده الف ه واو ودال ه واو كده، قفلت الشكل. اعمل حساب وانا بختار اشكال تانية ما اقفلش الشكل. خلاص ممكن اختار المثلث الراسي اللي هو الف ه دال، يبقى كده كام؟ كده ثلاث مثلثات. تعال نشوف الشكل الصغير، نفس الكلام هعمله فيه. بص ممكن نقول الف ب ج و ب ج د، مثلث فوق ومثلث تحت، كده قفلت الشكل. ممكن اخد مثلث راس اللي هو الف ب د، هل ينفع اخد الف ج د؟ لا، كده قفلت الشكل تاني، ما ينفعش. يبقى ثلاث مثلثات بره في الشكل الكبير وثلاثه جوه. فهمنا كده شبه الشروط المثلثيه؟ ثلاث مثلثات في الشكل الكبير واختار لي ثلاث مثلثات في الشكل الايه الصغير. باشمهندس نعم بعد اذن، بس ممكن الرسمة تاني؟ معاك يا هندسة. لا، طب انا لما خدت الالف ه ده، مش انا خدت نفس الزاويه برضو اللي هي كانت موجوده في المثلثين اللي انا اخدهم كويس الاولانيين؟ كويس، خدت نفس الزوايا، بس انت ما خدتش نفس الزوايا اللي خدتها في المثلث ألف ه واو ونفس الزوايا اللي خدتها في دال ه واو كلها. بمعنى يا هندسة ان في زوايا اتكررت، في زوايا اتكررت، بس مش كل الزوايا. يعني انا مثلا مثلث ألف ه واو في تمام. زوايا 12 1 2 3 4 5، طب المثلث ألف ه د في 3 4 5 6 7، هل كل الزوايا هنا هي اللي كلها هنا؟ مش كلها هنا، ده بعض الزوايا مشتركة، يبقى ده مش تكرار. امتى يكون تكرار؟ لو كل الزوايا اتكررت، كل الزوايا ده تكرار. لكن انا دلوقتي اخترت مثلث الف ه واو ومثلث د ه واو كده، انا قفلت الشكل. ما ينفعش اخد الشكل كله، لان هيبقى ايه الزوايا اللي انا خدتها في المثلثين هي اللي نفس اللي هاخدها في الشكل ككل، عشان كده ما بختارش الشكل كله تاني. لكن لما باجي اخد مثلث يمين او مثلث شمال، انا كده ما بكررش، انا كده ايه، في بعض الزوايا اتكررت لكن مش كل الزوايا اتكررت. كان انا خدت شويه زوايا من المثلث اللي فوق وشوية زوايا من المثلث اللي تحت وكونت لهم مثلث لوحده. فاهمني يا هندسة؟ تمام يا باشمهندس. طب وانا ممكن اخد الاربع مثلثات الصغيرين دول والزاويه الزاويه المجهوله دي اخليها بدلاله الزاويتين التانيين؟ ممكن تاخد الاربع. ما هو انت كده هندسة لما تيجي تقول مثلا 8 و14 وكام؟ 180. فاهمني؟ يعني مثلا المثلث، انا فاهم قصدك، انت عايز تاخد مثلث صغير، بس المثلث الصغير فيه زاوية مجهولة مش معاك، مش هتعرف تكون معادلة اصلا. ما هي الدكتور قالت خدهم بدلالة التانيين، يعني خليها مثلا 180 ناقص ال 14 ما هو 8 ما هو المساحة دي. ديت الله، انا لسه هشرح الحته دي، بس ديت في الشرط الضلعي مش في الشرط المثلثي. لان الشرط المثلثي هاجي مثلا، تعالى نقول المثلث مثلا الف ه والنقطه ده النقطه دي، فتعالى نشوف زاويه 3 4 و5، باقي لي الزاويه اللي هي دي مش عارف. ماشي، 3 و4 و5 تساوي زائد لسه زاوية كمان لسه مش عارف، صح كده؟ هعوض تمام، عنها بإيه؟ أنت بتقول 180 ها ناقص إيه؟ ناقص 3 الفين اللي هي المصححة زائد 4 الفين المصححة زائد 5 الفين ناقص المصححة. 3 ناقص 4 ناقص 5. يبقى أنا كده عملت إيه بقى يا هندسة؟ ولا عملت أي حاجة، دي مش معادلة أصلا. مصححين مش مهندس برضه. بص يا هندسة، لا ديت اللي أنت قصدك عليها دي في الشرط الضلع هنقولها دلوقتي، لكن هنا انا اصلا مش محتاج اعمل كده، مش محتاج اعمل كده، لان انا عندي المعادلات سهله. انا ليه هصعب على نفسي واقعد اقول مثلا 3 و4 و5 دول زوايا غير مصححه؟ المفروض انت اصلا، هل انت معاك اصلا 3 و4 و5 زوايا مصححه؟ انت لسه ما وصلت لهمش. يعني انت اصلا هنا 3 و4 و5 دول زوايا غير مصححه، فيها اخطاء. انت اصلا مش معاك 3 و4 و5 زوايا سليمه، لسه ما وصلت لهاش. فاهمني؟ فما ينفعش تكون المعادله بالشكل ده. شكرا باشمهندس. الشروط، العفو، الشروط الضلعية المعادلة بقى بتاعتها شاب بتقول ايه؟ ها تعالى نشوف الشرط الضلعي كده. انا الشرط الضلعي بيقول ايه؟ عدد الخطوط كلها. طب ما هو نفس الخطوط مرصودة الطرفين، هي نفس الخطوط كلها، لان الخطوط كلها مرصودة الطرفين اصلا، فعدد الخطوط كلها يبقى نفس عدد الخطوط اللي هو 11 ناقص ضعف عدد النقط كلها. طب ما النقط كلها اصلا كانت محتله، فانا كان عندي كام نقطه؟ انا عندي 6 نقط، يبقى ناقص ضعفها يبقى 2 في 6.
زائد 3. 11 ناقص 12 زائد 3 ب 2، شرطين ضلعيين. ايه هما الضلعيين؟ عايز نقطة بيصل منها خطوط لجميع نقط الشكل. تعال على المثلث الشكل الكبير، الشكل الكبير نقطة ألف يا شباب، رايح منها اله ورايح منها الدال ورايح منها الواو، يبقى دي تعتبر نقطة، نقطة قطب. طب ممكن حد يقول لي يا باشمهندس ايه؟ طب ما انا ممكن اختار نقطة ه عادي، اي حاجة، كل النقط الرؤوس دي يا شباب تنفع نقطة قطب، ألف وه ودال وواو. بس انت ما ينفعش تقول لي ايه، انا هختار ألف واختار ه واختار دال واختار واو، عندي 4 شروط. لا، كلهم يطلعوا نفس المعادلة، كلهم يطلعوا نفس الايه؟ المعادلة. فاختار نقطة واحدة في الشكل الكبير، أي نقطة، لأن كلهم طالع منهم خطوط لبقية الشكل. فاخترت ألف وه ودال وواو، أي واحدة فيهم. اخترت أنا ألف في الشكل الكبير، تعال على الشكل الصغير برضه نفس الكلام، اختار أي نقطة، كل النقط طالع منها نقط خطوط لجميع الرؤوس، ألف وب وجيم ودال، أي نقطة فيهم. يعني ممكن حد يقول لي يا شمس ألف في الشكل الكبير وألف في الشكل الصغير؟ أه عادي، ألف في الشكل الكبير وألف في الشكل الصغير، عندي الشرطين ضلعيين او مختلفين. ممكن واحد يقول لي الف في الشرط الكبير وب في الشرط الصغير، في اللي مش في الشكل الصغير، عادي مش اي حاجه، اختار نقطتين، نقطه في الشكل الكبير ونقطه في الشكل الصغير. ممكن اختار نقطه مشتركه زي الف واقول الف مره في الشكل الكبير ومره الف في الشكل الايه الصغير، فمش هتفرق معانا حاجه. فاول نقطتين عندي هم الف وايه وب. طب عندنا دلوقتي شرطين مثلثي واثنين ضلعي، هم اصلا كلهم 8، المحل كام؟ عدد الاشتراطات كلها ناقص المثلثي ناقص الضلع، مفيش شروط محليه. حتى لو جيت تبص على الشكل، هل في مجموعه زوايا حوالين نقطه ب 360 او مجموع كذا زاويه بيساوي زاويه واحده؟ مش هتلاقي شروط محليه. لو احنا قابلنا في مثال تاني يا شباب، لو احنا قابلنا في مثال تاني مثلث واحنا شغالين بنعمل الشرط الضلعي، مثلث في او في ايه، في مجموعة زوايا، مثلا لو كان هنا متقسم، مثلا دي زاوية 4 ودي 5 ودي زاوية 18، وعندي الزاوية دهيت مجهولة، الزاوية دي مجهولة، يبقى عندي تاني، عندي الزاوية اللي فوق ديت 4 والزاوية اللي تحتها دي 5 والزاوية 18، ماشي يا شباب؟ عندي 3 زوايا في شكل، المفروض الزاويه دي مجهوله، كنا احنا هنقول ايه؟ 180 ناقص 4 و5 و18، الزاويه دي كام؟ ها 180 ناقص 18 وناقص 4 وناقص ايه؟ 5. لو احنا بقى شغالين في الشرط الضلعي كنا بنقول لوغاريتم جه الزاويه، الزاويه عندنا كام؟ 180 ناقص 18 وفيه 18 و4 وفيه 4 و5 وفيه 5. عايزين نشوف لوغاريتم جه الشكل، الكلام ده يتعمل ازاي؟ أول حاجة لوغاريتم جا بيتوزع إزاي؟ لوغاريتم جا الزاوية زائد دلتا الزاوية أو سيجما الزاوية في فيه الزاوية، تمام؟ الزاوية عندنا إيه؟ الزاوية عندنا يا باشمهندس 180، شيل منها ال 18، شيل منها ال 4، شيل منها ال 5، هي دي الزاوية أهي، يبقى 180 ناقص 18 و4 و5 زائد دلتا الزاوية في فيه الزاوية، إيه الفيه الموجودة؟ فيه 18 فيه 4 فيه 5، يبقى الأخطاء الموجودة فين؟ هي الخطأ 18 والخطأ 4 والخطأ 5. دلتا بقى الزاوية تنجاب ازاي؟ دلتا ديت أو سيجما لوغاريتم جا الزاوية زائد 1 ثانية ناقص لوغاريتم جا الزاوية. لوغاريتم جا الزاوية ناقص واحد زائد 1 ثانية ناقص لوغاريتم جا الزاوية. هي الزاوية عندنا إيه؟ حد يقول لي إيه يا باشمهندس؟ 180 ناقص 18 و4 و5، ماشي. بس هل الخطأ كان طالع من ال 180؟ لا، الخطأ موجود بس في ال 18 و4 في 5، بدليل ان الخطأ اللي عندك هنا فيه 18 وفيه 4 وفيه 5، يبقى تقول ازاي الدلتا تساوي لوغاريتم جا ايه؟ لوغاريتم جا 18 و4 و5 هي دي اللي هزود عليها 1 ثانية ناقص لوغاريتم 18 و4 وايه و5. ليه ما قلتش 180 ناقص الزاوية؟ لان انا بشوف الخطأ جاي منين؟ الخطأ جاي في الـ3 زوايا دول 18 و4 وايه و5. فاهمين ده يا شباب؟ الناس فهمت الحتة دي؟ تاني تاني يا باشمهندس، لما يكون عندنا مثلث ناقص زاوية واحنا شغالين في الشرط الضلعي وبنقول ايه الزاوية، ركزوا معايا، اللي قبال الضلع ده، ركز كده معايا، ايه الزاوية اللي قبال الضلع ده؟ الزاوية دي. طب الزاوية دي كام؟ الزاوية دي معرفهاش. لا، بس ممكن نكتبها ازاي؟ ده مثلث 180 ناقص 4 و5 و18،
فكتبتها كده 180 ناقص 18 في 18، 4 في 4 5 في 5. لما اجي افك اللوغاريتم الجاه، الكلام ده في الشرط الايه يا شباب، الشرط الضلعي، لوغاريتم جاه، لوغاريتم جاه الزاويه زائد دلتا الزاويه في الزاويه، لوغاريتم جاه الزاويه ايه الزاويه، ايه الارقام، 180 ناقص 18 وال4 وال5، هيبقى 180 ناقص 18 و4 و5 زائد دلتا الزاويه في فيه الزاويه، فيه الزاويه بقى اللي هي ايه، فيه 18 وفيه 4 وفيه 5. دي الاخطاء، بس انا خد بالي هي الاشاره هنا ايه، الاشاره هنا ناقص، فلما تخش على الفيه 18 والفيه 4 والفيه 5 تلاقي اشارتهم كلهم ناقص، انا هنا جمعتهم مع بعض، اشاره الناقص هنا ايه، الزائد اللي بره ده تتحول لايه، لناقص، اشاره الزائد اللي قبل الدلتا دي تتحول لايه، لناقص، لان فيه 18 وفيه 4 وفيه 5 اصلا في اشاره ناقص موجوده ايه قبلهم، في اشاره ناقص موجوده قبلهم. طب تعالى، هي المشكله عندي بقى في ايه، في دلتا الزاويه، دلتا الزاويه كنا بنقول لوغاريتم اجمع على الزاويه 1 ثانيه ناقص لوغاريتم جا الزاويه من غير ما تجمع عليها حاجه، هي الزاويه عد ايه، 180 ناقص 18 و4 و5، بس هل الخطا جاي من ال 180 ناقص ال 18 وال4 و5، ولا الخطا جاي من ال 18 وال4 و5 بس، الخطا جاي من دول بس، فلما تيجي تقول لوغاريتم جا الزاويه زائد 1 ثانيه خد ال 18 وال4 و5 بس، خد 18 و4 و5 ايه بس، يبقى 18 و4 و5 و1 ثانيه. اي اتفضل. هي الزاوية المجهولة دي ملهاش تصريح؟ الزاوية المجهولة، ما أنا عوضت عنها بدلالة ثلاث زوايا تانيين، أنا عوضت عنها بدلالة الأربعة والخمسة والتمنتاشر، فأنا كده كده لما باجي أحسب الخطأ اللي فيها بحسبه بدلالة الفه أربعة والفه خمسة والفه تمنتاشر، لأن أصلا هي ملهاش قيمة، ما تقاسيتش أصلا، بس أنا بجيبها بدلالة الثلاث زوايا التانيين، بدلالة 180 ده رقم، بدلالة 18، بدلالة 4، بدلالة 5، بس ال 180 دي أصلا ده رقم ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش أخطاء. فعشان كده أنا لما جيت أحسب الدلتا فقلت لوغاريتم جا إيه؟ إيه الزاوية اللي فيها أخطاء 18 و4 وإيه؟ و5. حد عنده مشكلة شايف الكلام ده؟ النقطة دي بس لو قابلتكم في مسألة شرط ضلعي فيها زاوية مجهولة. تعالى ناخد مثلا مسألة شكل كده، ها عدد الأرصاد الكلية فيه، هنا خد بالكوا نقطة غير محتلة في النص، لنقطة ميم، عدد الأرصاد كلها كام عند آخر زاوية متقاسة 10، الأرصاد الكلية، طب الأرصاد الضرورية 2 في عدد النقط ناقص 2 نون ناقص 2، عدد النقط كام، ده 1 2 3 4 5، خمس نقط خارجية، ونقطة ميم دي نقطة غير محتلة، بتتعد برضه معانا، يبقى 2 في 6 ناقص 2 بكام؟ ب 8. الفرق بينهم كام؟ 2 اللي هي عدد الاشتراطات. تعال نشوف الاشتراطات المثلثية كام؟ الاشتراطات المثلثية بتساوي عدد الخطوط مرصودة الطرفين، كام خط مرصود الطرفين؟ اللي جوه دول مرصود الطرفين؟ لا ده مرصود من ناحية واحدة بس، يبقى عندها ده 1 2 3 4 5، يبقى عندي خمس خطوط مرصودة الطرفين. شيل منها عدد النقط المحتلة، كام نقط محتلة؟ هما خمسة محتلين واحدة غير محتلة، يبقى الإجمالي ستة، يبقى احنا نشوف النقط المحتلة ايه، خمسة زائد واحد زائد واحد، يبقى احنا عندنا كام شرط مثلثي، عندي شرط واحد بس ايه، مثلثي. نشوف بقى شكل كده نكون زواياه، الشكل الخارجي كله، الشكل الخماسي ده هنقول واحد واثنين وثلاثة لحد 10 مجموع زواياهم 540 درجة، 540 درجة، ده شرط مثلثي. طب الشرط الضلعي، القانون بتاعه بيقول ايه، عدد الخطوط كلها، انا عندي كام خط كلي، عندي خمسة بره وخمسة جوه، يبقى عندي 10 خطوط كلها، ناقص ضعف عدد النقط كلها، 2 في النقط كلها كام، ستة المحتل والغير محتل، زائد 3، 10 ناقص 12 بسالب 2 و3 ب1 شرط ضلعي، ايه النقطة اللي طالع منها خطوط لبقيه الشكل، نقطه ميم اللي في النص دي هي نقطه قطب. طب هل عنده شروط محليه؟ لا، ما خلاص من الاثنين عندك واحد مثلثي وواحد ضلعي. حد عنده مشكله في المساله دي؟ سهله يا شباب. تعال على الشكل ده، ها ايه الارصاد، عندي نقطه د دي بس غير محتله، لكن بقيه النقط محتله، عدد الارصاد كلها عندي ست ارصاد، حلو قوي، الارصاد كلها سته، الارصاد الضروريه 2 في نون ناقص 2، النون اللي هي عدد النقط كلها، عندي كام نقطة؟ هم أربعة سواء محتلة أو غير محتلة، يبقى أربعة ناقص اتنين في اتنين
بي 4، 4 ناقص 6 ناقص 4 بقى عندي شرطين، الشرطين دول في منهم قد ايه مثلثي؟ قد ايه ضلعي؟ قد ايه محلي؟ تعالى على المثلث نقول عدد الخطوط مرصودة الطرفين، كم خط مرصود الطرفين؟ ركز بقى معايا، ده واحد اتنين تلاتة، في حاجة تانية؟ لا ده مش مرصود الطرفين ولا ده ولا ده، يبقى هما تلات خطوط مرصودة الطرفين، ناقص عدد النقط المحتلة، عندي كم نقطة محتلة؟ أ و ج و ج، ده اللي مش محتل يبقى ناقص تلاتة زائد واحد، يبقى عندي شرط واحد بس مثلثي اللي هو إيه؟ المثلث، ها ركزوا معايا، المثلث أ ب ج مجموع زوايا كام درجة؟ 180، يبقى تقول لي واحد وفيه واحد، اتنين وفيه اتنين، تلاتة وفيه تلاتة، أربعة وفيه أربعة، بيساوي 180 درجة، ده شرط مثلثي. تعالى نشوف الشروط الضلعية، القانون بيقول لي إيه؟ عدد الخطوط كلها، عندي أربعة بره واتنين جوه، يبقى ست خطوط كلها، ناقص ضعف عدد النقط كلها، النقط كلها كام؟ أربعة زائد تلاتة، ستة ناقص تمانية بسالب اتنين وتلاتة، دي واحد شرط ضلعي. ايه النقطة اللي طالع منها؟ رؤوس لجميع الشكل، كل النقط، كل النقط، بس خد بالك، خد بالك، كل النقط طالع منها اضلاع لبقية الشكل، لكن أ ما تنفعش، وب ما تنفعش، وج ما تنفعش. ليه؟ لأن عندي هيقابلني إن الزاوية دهيت والزاوية دهيت أصلا مش معانا، فأنا لو اخترت أ وب وج مش هتنفع، النقطة الوحيدة اللي هتنفع يا شباب هي د، لأن لو اخترت د هاجي اقول ايه؟ ده الالف، ده الب، ده الجيم، النقط ده هي الزوايا دهيت اللي انا مشاور عليها ديت مش هيخشوا معانا في الحسبان لو انا اخترت د كشرط كنقطه قطب. اذا د اللي هي الوحيده اللي هتنفع، لو جيت تختار الف وب وجيم هتلاقي انت محتاج تجيب الزاويه دي ودي وهي مش معاك اصلا، يبقى نقطه وحيده بس هي د. طب في شروط محليه؟ ما فيش شروط محليه، هما اتنين بس، واحد مثلث وواحد ضلع. تعال نشوف دي، الارصاد كلها كام؟ عندي 12، اخر زاويه عندي 12، 2 في نون ناقص 2 اللي هي الارصاد الضروريه، نون اللي هي عدد النقط، عندي كام نقطه؟ ده شكل خماسي، يبقى 2 في 5 ناقص 2 ب 6 ارصاد ضروريه، 12 ناقص 6 ب 6 اشتراطات، 6 معادلات شرطيه. تعال نشوفهم، الشروط المثلثيه، عدد الخطوط مرصود الطرفين، تعال نعد كده، ده 1 2 3 4 5 خطوط مرصوده الطرفين بره، و2 3 6 و3 كمان اهو جوه، يبقى عندي 5 و3 كام؟ 8 خطوط مرصوده الطرفين، اللي هي الخطوط الاجماليه كلها، كلهم مرصودين الطرفين، يبقى عندي 8 خطوط، ناقص عدد النقط المحتله هم 5 نقط، هم 5 نقط كلهم محتلين، يبقى 8 ناقص 5 زائد 1، 8 ناقص 5 3 1 4. اربع شروط مثلثيه، تعال نقدهم كده واحده واحده بره، هنظم شغلك، أ ب ج مثلث، حلو قوي. أ ج د مثلث. أ د ه مثلث، كده ثلاث مثلثات وقفلت الشكل، ما ينفعش يتقفل تاخد الشكل الإجمالي ككل، ولا ينفع تاخد مجموعة من الأشكال تقفل الشكل برضه. تاني أنا اخترت كده ثلاث مثلثات، ما ينفعش أختار الشكل كلته مرة تانية، ولا ينفع أختار مثلثات تانية تكون نفس الشكل برضه. أنا اخترت ثلاثة بقي لي واحد، عندي شكلين أ ب ه والرباعي ب ج د ه، اختارهم الاثنين؟ لا واحد منهم بس، ما ينفعش تختار الاثنين لانك كده هتقفل الشكل تاني. كده اربع شروط مثلثيه، الضلعي القانون بيقول ايه؟ عدد الخطوط كلها، ما هي الخطوط كلها 8 ناقص ضعف عدد النقط كلها 2 في 5 زائد 3، 2 ناقص 5 في 2 في 5 ب 10، يبقى سالب 2 و3، يبقى عندي شرط واحد ضلعي اللي هو نقطة إيه؟ إيه النقطة اللي طالع منها رؤوس للشكل؟ هتلاقي نقطة أ بس هي الوحيدة اللي إيه؟ اللي تنفع. طب عندي كام شرط محلي؟ هو إحنا كده عندنا أربعة مثلثة، وواحد ضلع يبقى خمسة، من أصل ستة يبقى عندنا واحد محلي، إيه هو؟ ها؟ تيجي تشوف نقطة أ كده تلاقي زاوية واحد واتنين وتلاتة متقاسة مرة إجمالية 12، يبقى واحد زائد فيه واحد واتنين زائد فيه اتنين وتلاتة زائد فيه تلاتة بيساوي 12 زائد فيه 12. حد عنده مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ لا تمام مش فاهم. خليكم معايا دقيقة واحدة شباب غير غياب. السكشن خلص؟ خلص ان شاء الله. الله يبارك لك، الله يبارك لك والله.
ايه الفرحة العارمة دي؟ لا ده مش فرحة، مش فرحة والله. يلا يا عم هايص، خلصنا بدري. ماشي يا شباب، باشمهندس، هو 100 ترم المساحة بكام درجة؟ والله مش عارف، اسأل الدكتور بقى لأن بصراحة ما عنديش معلومة بصراحة. بس أعتقد هو مادة الجيوديسي دي من 100 تقريبا ولا إيه؟ مش تقريبا 100؟ مش عارفة من والله، 100 بس أعتقد، قال 100 مية أه. تسعة وعشرين ممكن مية هتلاقي يعني أظن حاجة يعني، ممكن الفاينل مثلا تلاقي 60 ولا حاجة أعتقد كده تقريبي. وفي مثلا عندك هتلاقي 40 سنة، 40 درجة، عندك مثلا 20 ميد ترم ولا حاجة، أو 15، ممكن 15، أعتقد 15 تقريبا. ميد ترم، هو في شتات 15 وكده يا باشمهندس؟ اه. في شيتات المفروض انتوا تحلوا الشيتات ديت، انا كنت طلبت منكم الشيت الاول انا لسه ما استلمتوش، والمفروض تبداوا تحلوا دلوقتي في الشيت الثاني. احنا كده يعتبر خلصنا الباب الثاني اهوت. حضرتك مش فاكر حضرتك طلبت حاجة. انا طلبت، لا طلبت الشيت الاول، انا طلبت، مش مشكله عادي، مش مشكله، حلوا الشيت الاول اللي هو فيه التحويلات. مش عارف اعتقد هنا احنا خلاص خلصنا. ثانية واحدة اشوف لكم الشيت. طب هو الشتات دي في الكتاب يا باشمهندس؟ اه الشيت في اخر الكتاب، الشيت في اخر الكتاب، تمام. مش انا بشوف احنا كده بس محتاجين نحل الشيت الثاني. اه احنا كده يعتبر الشيت الثاني احنا مخلصينه اصلا، الباب الثاني ده احنا مخلصينه، عبارة عن نظري، والباب الثالث اشتراطات. يا ريتني ما سألت. لا لا كويس جدا، انا بحب الاسئله دي الصراحه. يبقى احنا كده خلصنا 3 ابواب، احنا بالظبط كده 3 ابواب. فاحنا الباب الاول نظري وفي تحويلات، ده المفروض انا كنت طالبه من قبل كده. تمارين الباب الثاني برضو معانا شويه نظري. تمارين الباب الثالث احنا دي خلصناها، ففي بقى امثله كتير بقى عايزكم تتسلوا فيها كده، عايزكم تتسلوا فيها في الكتاب، امثله جميله جدا. يمكن احنا خدنا بعضها برضو في الشرح، خدنا معظمها في الشرح، يعني كده خدنا حلينا معظم الامثله دي. فاحنا معانا شباب دلوقتي 3 تمارين، الاول والثاني والثالث، ابداوا حلوا فيهم بقى ان شاء الله، وهحدد لكم الميعاد اللي نستلمهم فيه. ماشي إن شاء الله. يلا ماشي يلا بس حلو. أبعت أستاذ، بس حضرتك تبعت لي السكشن على الواتس، أنا أبعت اه لحضرتك برضه. ماشي يا باشمهندس، ماشي حاضر، ابعت. شكرا. ماشي يا شباب، ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.